الوقت احنا لما نزلت الحملات مضطرين لعلي لست سنين ولا 10 سنين ولا 20 سنة غيابي، مضطر يلزم الجبل. وبعدين هيلزم الجبل لامتى؟ هيعيش عياله منين؟ يعني هيفكر فيه؟ انت هيعته كده وطفشته في الجبل بدل ما ينزل ويعيش حياته الكريمه. فوجود الاحكام الغيابيه اللي موجوده من ايام النظام السابق دي سبب الالم اللي احنا بيعطونا جرعات مسكنه ليه اكثر من سنتين، بيوعدونا هنعمل عفو، هنعيد اجراءات القضايا، هنحقق في القضايا. فالموضوع ده عايز من الرئيس مرسي انه يكلف لجنه مختصه لدراسه القضايا اللي اتظلم فيها ابناء سينا فعلا في ايام النظام السابق. ولفقت عايزين لجنة محايدة من قضاء محترمين من قضاة مصر الشرفاء ينزلوا ويعيدوا التحقيق في القضايا. أنا واحد ناس في يوم من الأيام فوجئت بالتهامي ب 11 قضية، رحت على وكيل النيابة أخلى سبيلي، رحت المحكمة وجبت من القلم الجنائي أن القضايا دي مقيدة ضد مجهول، ولكن لما بنزل عي كمين وبيفحص في الكمبيوتر على اسمي بلاقي القضايا مسجلة باسمي، والقضايا دي موجودة عندي صور شهادات من الجدول أنها مقيدة ضد مجهول، فازاي دي اشيلها؟ فاحنا كده يعني اللي بشوفه انا ان سياسه مرسي ما اختلفتش عن سياسه المخلوع حسني مبارك ونفس النمط، وهنوصل لوضع أسوأ. بالعكس ده أسوأ، ده انت لما تحسسني بالطمأنينه وتيجي تسحبها مني فهتكون العواقب صعبه. وان يعني نرجو من الدكتور من الرئيس انه يبعث لجنه محايده والمخابرات يعني تكون مشتركه فيها ونعيد التحقيق في القضايا. احنا ما بنقولش واحد عامل كاتل واحد السبوه، بنقول واحد مظلوم واتظلم وعندنا من الادله وعندنا من الشهود انه اتظلم، شيل القضيه عنده. ما دام ظلمتني شيل عني، ما تجيش تحط لي مسكن وتقول لي خلاص عفى الله عما سلف ومحكوم 25 سنه واهرب في الجبل. ما انا ما دام هربت في الجبل ده انت كونت مشكله جديده غيرك من غير من كنت تقول المتطرفين، ده انت كونت من المجنيين. المجنة ده بكره ينزل على الطريق هيلاقي عربيه محمله خضار والحاجة هي عين يجيب لعياله، فمشكله كبيره دي. يعني انت دلوقتي ما انتش عارفين تنزلوا تجيبوا حتى ولا تجيبوا اي حاجه خوف من الحمله الامنيه؟ طبعا طبعا طبيعي في حاله يعني الاستنفار الامني بتكون هناك يعني في توسيع في دائره الشبهات، فانا ممكن انزل يكون يعني واحد بيشابه اسمي او وجدوا على اني متهم في قضايا ممكن يحبسوني. احنا ما ينفعش ننزل دلوقتي، انا للعريش ما اقدرش انزل فيه ليه؟ لاني مش عايز ادخل في مشاكل، ادخل في سين في جيم، لا انا بقول اريح اقعد في الجبل واريح نفسي ولما نشوفها الله يعدلها وتروح لفين.